تعشى. لا هيك القصة صار فيها منافسة. لا بس انا حابب اسمعها وهي عم تحكي عن حسني. ألو، مساء الخير وفاء، كيفك؟ هلا رجعت يا ستي، حياتك الباقي. شو بدنا نعمل؟ هي حال الدنيا. اسمعي، أنا راجع من الضيعة، عايف حالي، حابب أطلع أتعشى عشا ظريف. تطلعي تتعشي معي؟ اسمعي، إذا بدك بجي باخذك من أي نقطة بدك إياها. نعم؟ إيه عظيم، إلى اللقاء. إيه أسامة، تروح معي ولا تروح بسيارتك؟ لا عمي، أنا بروح بسيارتي مشان إذا حسيت حالي تقيل أو زيادة بنسحب إمتى ما كان. يا سيدي طول عمرك مزوي، إذا هيك سبيني على المطعم وأنا بجيب وفاءه بالحال. ماشي. حسن، الحالي رايد أدهم اسأله بأنه مطعم. اهلا، مساء الخير. مرحبا اسامه. اهلا. لو عارفه ادهم زنجيل لهالدرجه كنت ورطته اليوم ورطه محرزه. شو هالورطه؟ يا سيدي حازم بتعرفه، قال مزنوق على شويه مصاري، جاي يتدين مني. طبعا ما دينته، رجاني لدبر له من اي حدا مصاري. كنا بعتناه لعند ادهم. يا ريت بعتيه، كنا ديناه. شو عم تحكي، باسمي ولا باسمك؟ لا عمي انا طفران بهالمسائل، بحكي بس باسمك. بس الهيئه انا اللي منتظرتني ورطه محرزه. خير؟ اليوم اجى واحد قال انه اخي سال السمان عني. ايه، وانا مالي غير اخ وحيد باستراليا عايش. شو القصه؟ مين بده يكون يعني؟ عفوا قلتي لي لمين سال؟ قلت لك سال السمان اللي جنب بيتنا اللي مأجرني البيت. طيب ليش ما اختصر الطريق وسأل أهلك؟ ما بعرف، بجوز ما لقى حدا بالبيت، يعني ما كانوا أهلي طالعين مشوار. عادة أهلك وين بيروحوا مشاوير؟ شو صاير لك أنت أسامة؟ شو لك مرأة تحقق بأي زمان وبأي مكان؟ لا أبدا، بس أنت صار لك فرصة وتعرفت على الأنسة وفاء، اترك لي فرصة أنا أتعرف على أهلي. ولا يهمك، بتجي الفرصة وبعرفك عليهم. لا لا، ما راح انتصر الفرصة ابدا. انا راح استغل انه علاقتك بادهم كثير طيبه مشان اعرف منك هيك شويه شغلات. مثل شو؟ شغلات بسيطه عن حسني. انتوا عازميني على عشاء ولا على تحقيق؟ لا طبعا عازمينك على عشاء، وهذا موعد خاص، بس اسامه حب يتغلط ويجي. اذا وجودي بيزعجكم انا باكل وبمشي، والشغلات اللي بدي اعرفها منك ممكن يسالك عنها الاستاذ ادهم. طول بالك أسامة، عم امزح، ما في داعي تتغلص. عن جد انا عم بحكي عن جد، في بعض المسائل ضروري اعرفها من الانسة وفاء، وممكن تسالها عنها انت. ايه شو عليه، انا جاهز، بس بشرط. شو الشرط؟ ادهم له معي عزيمه غدا، لما بده يحقق معي انا اللي عازمته. ممكن سؤال صغير انسة وفاء؟ بيظهر ما في فايده. عبس تفضل. في حدا من اللي كانوا حواليكم تحسنت اوضاعه الماليه او طرأ عليها شيء تغير مفاجئ؟ ابدا. سمير كيف اوضاعه؟ سمير عزابي وساكن لوحده، وما بظن حالته ماشي حاله. وابراهيم؟ ابراهيم لا، ابراهيم جاري وبعرف حالته تعبانه. وانا مديونه لهلا بغدا لادهم، ما عم بقدر سدده. انت دينك مو مشكلة، على الأقل ما عم يطالبك. لأني عم أنسى. ابي الحالي كان لازم توقفوا فوزي وابنه وماجدة على ذمة التحقيق. بصراحة سيدي ما حبيت أعمل هيك شيء وأنا ابن الضيعة، قبل ما يكون عندي شيء ملموس. طيب أنت شو استنتاجاتك؟ حسني ضحكان على الكل. يعني مو ممكن واحد منهم يكون القاتل؟ ما بظن سيدي. وانا هيك انطباعي. على كل، خلي اسامه يكمل لحاله، وانت بترجع لي لموضوع باب مصلى. القاتل طلع معه شركة وما عم يرضى يعترف عليهم. تابع لي المساله اليومين لنشوف اسامه شو بيطلع معه. حاضر سيدي، بس اسامه عم يطلب مني رافقه المساء على شقه حسني بصحبه واحد من اللي عم يحقق معه. حيرتني انت واسامه. ليش سيدي؟ بقدر ما عم شوفكم عم تشتغلوا
بقدر ما عم لاقيكم عم تبتعدوا على الموضوع. اذا كان في عندكم اي توجيهات سيدي. انا بدي المبادره منكم، لا تستنوا توجيهات. بتروح مع اسامه وين ما بده، بس المهم تهتم لي بموضوع بقى مصلى. يلا بشوف. حاضر سيدي. احترامي. الله معك. طيب طيب، مع السلامة. انت شو حكي مع العميد؟ عن شو؟ عن شو؟ عن موضوع حسني، لانه طلب مني يترك لك القضية. ابدا ما حكيت معه شيء، بس بالنسبة لي ما في مانع، بشتغل لحالي. اشتغل لحالك؟ شو عليك؟ بس من البداية ما كان في داعي عزب حالي بالموضوع واشتغل. على كل حال تفضل، هون في شوية أشياء مكتوبة على القضية. شوفها بجوز تفيدك. تعرف أدهم، في شغلة عم فكر فيها. عم تفكر؟ شو هالشغلة؟ إنه كل اللي حوالين حسني مفلسين، يعني وفاء حالتها عادية، حازم عم يحاول يتدين، إبراهيم مو كل هالقد، حتى هو يعني حسني نفسه رصيده بالبنك لقوا بتشد ايدك، فشو تفسيرك؟ والله ما بعرف، بس الغلاء مخلي كل الناس متضايقين. هذا الحكي بينطبق على اللي عم يعيشوا من رواتبهم، مو اللي عاملين شركه للنصب والاحتيال على الناس. بجوز. على كل ما بتقدر تفكر وتستنتج لحالك. لحالي؟ يعني انت مصر انك ما تتدخل؟ تدخل لا، بس لما بتحتاج لمساعدة أنا مستعد ساعدك. على كل يوم رايح معك على الشقة مع سمير. طبعاً أنا قلت العميد. عظيم. يا ستي مثل ما قلت لك، اثنين أخوة أصلاً سوري عايشين بالخليج. مدسمين منيح ومهبرين منيح. واحد منهم وقعته سهلة والثاني عم ينطبخ على أقل من مهله. وشو المطلوب مني؟ ها ها ها. لما بحتاجك يا رجوقة بتجي معي عشان يشوفوكي. وشو صفتي هالمرة، ممرضة ولا معلمة مدرسة؟ هلأ ما في شي واضح بذهني يعني، بس الموضوع بده وحدة أمورة مثل حكايتك بتحل الأمور كتير. أنا جاهزة إمتى ما بدك يعني. على عيني وراسي. يعني هاليومين أنا بمر لعندك، لساتك بنفس البيت؟ إيه. خلاص مر لعندك هاليومين. بس لا تمر لعندي على الشغل، بخاف يشوفوك عم تجي لعندي. ليش حبيبتي؟ تخافي على سمعتي؟ لا بس أنت سمعتك مثل المسك. أهلين سمير، يا هلا فيك. أهلين. شو ليش ما رحت لعند رائد أسامة دغري؟ أنا بالأول حابب تروحن فيك، هذا الرائد أسامة مثل الجلاد. معلش بسيطة، بدك تطول بالك. ماشي الحال، بس ليش بالليل؟ ليش عندك شي بالليل؟ لا صار ما عندي شي لا بالليل ولا بالنهار. قالوا مرحبا أسامة، سمير صار عندي. طيب يلا جايين. شوف يا سمير، نحن طبيعة شغلنا بتخلينا نكون غلظة شوي، يعني هلا هو بده يسألك ويحقق معك عن الشاردة والواردة، فما تتضايق. ايه على عيني، أنا ما حكيت شيء، بس الله وكيلك ما ضل شيء إلا ما حكيت له إياه، حتى الشغلات اللي بتمسني حكيت له إياها، بس بكل سؤال بيسألني إياه بحس إنه متأكد إني أنا قاتل حسني وساره. معلش بسيطة، هو طريقته هيك، بس البريء ما بينخاف عليه. والله يا سيدي ما بينخاف غير على البريء، لكن ليش بيقولوا ياما بالسجن مظالمين؟ يلا على خير نمشي، أسامة عم يستنانا. تفضل. تفضل أستاذ سمير، احكي لنا لشوف، وين كنتوا قاعدين؟ سيدي نحن كنا قاعدين هون، والمرحوم حسني كان عم براجع الحسابات اللي أنا عملت له إياها سيدي. حسابات شو؟ سيدي حسابات المساهمين، يعني الناس اللي عم بيشغلوا مصرياتهم معهم، يعني هذا قديش بيطلع له وهذا قديش بيطلع له، لأنه ثاني يوم سيدي كان بيستحق الدفع لقسم منهم، أصلاً ثاني يوم يا سيدي هلكونا وهن يتصلوا ويراجعونا ويقولوا لنا شو صار بالمصاري. المهم كنتوا هون. نعم سيدي كنا هون. بس أنت قلت لي إنكم كنتوا قاعدين على الفرندا. إيه مضبوط سيدي، نحن بعد ما خلصنا الحسابات هون سيدي طلعنا على الفرندا. ليش؟ سيدي وفاء هيك اقترحت، قال على البرندة اشرح سيدي. كمل شو؟
يا سيدي وطلعنا على البرندة قعدنا قام اجى ادهم وابراهيم سيدي. شو تعليقك يا ادهم؟ مزبوط لما جينا انا وابراهيم فتحنا حسني الباب وفا كان فعلا على البرندة. سمير كان بالمطبخ كان عم يعمل. ايه مزبوط انا كنت بالمطبخ ما كنت انا عم بعمل قهوة. مزبوط تفضلوا على المطبخ. انت ما بتتذكر اي تفصيل عن المطبخ؟ سيدي انا بتذكر انه البراد كان مفتوح سيدي نعم بس ما اهتميت بالموضوع انا لانه سيدي انا هون كنت عم بغلي المي. نعم سيدي وما لقيت القهوه واجا ادهم دلني على القهوه سيدي. صحيح. طيب نرجع على الصالون. ايه سمير احكي لي لشوف مين اللي اقترح فكرة القهوة؟ انا سيدي. ليش انت بتحب القهوة؟ لا ما كتير سيدي انا اقترحت القهوة من شانهم هني سيدي. يعني هني بيحبوا القهوة. انت شو دخلك بالقهوة؟ عم بسألك ليش اقترحت فكرة القهوة؟ ما عم بفهم عليك سيدي. يعني انت تعمدت تتركهم لحالهم؟ هيك شي. ليش؟ سيدي صاروا يحكوا بمواضيع ما لي علاقة فيها صاروا يحكوا بالمصاري سيدي. بالمصاري ولا بشي تاني؟ سيدي من شان الله فهمني شو اللي بدك يا مني؟ يعني انت حسيت انه في شي خاص بين حسني ووفاء لذلك حبيت تتركهم ينفردوا؟ يا سيدي في ألف شغلة خاصة بيناتهم مو شغلة واحدة. أنا عم بسألك على شي واحد العلاقة العواطف. سيدي أنا لو شعرت بهيك شيء كنت وقت اللي خلصت شغلي حملت حالي ورحت على بيتي يا سيدي. وفاء كانت بتقبل؟ بقصد يعني وفاء من النوع اللي بيرضى أنك تجي أنت وياها على الشقة وبعدين تتركها أنت وتروح؟ ما بعرف سيدي. طيب أنت إجيت مع وفاء لعند حسني على البيت قبل هالمرة؟ سيدي هاي أول مرة بيجي فيها على البيت، أصلاً أنا البيت كله ما بعرف وفاء هي اللي جابتني على البيت. معناتها وفاء بتعرف البيت منيح. طبعاً بتعرف البيت. معناها أكيد جاي لعنده كثير قبل هالمرة. يا سيدي أنا شو دخلني إذا كانت جاي لعنده ولا مو جاي؟ سيدي مشان الله فهمني شو اللي بدك يا مني حيرتني. أسامة على مهلك شوي علي، لبكته. معك حق. أنا انفعلت شوي. تعال معي. أدهم انت ليش ما عم تشاركني؟ انت عم تسأل ترك لك الفرصة. بعتقد لو انك تشاركني انا ما كنت توترت. المحقق لازم دائما يحافظ على هدوء اعصابه. هلا بدك تعلمني شغلي؟ لا العفو مو قصدي اعلمك شغلك بس لبكته خوفته ما عاد يقدر يتعاون معك. حاضر انا اسف استاذ سمير بتقدر تروح. هلا عم بسألك عن جد أدهم ليش ما عم تشاركني؟ يا اخي انت صاير حساس زياده عن اللزوم. شو بيعلمك شغلك وبدك تعلمني شغلي؟ انا فعلا ما بحب حدا يتدخل بشغلي. على كل حال كنت عم بغسل دمه. بس انت انتبهت للموضوع؟ اي موضوع؟ انه اللي بيكون على الفرندا او بهالزاويه من الصالون ما بيقدر يتاكد انه اللي طبق باب الشقه طلع منا ولا لا. صحيح. معناها نحن اليوم انجزنا انجاز كبير. كيف؟ اشرح لي. بعدين المهم انت قل لي بشو كنت عم تفكر. لا كنت عم فكر بموضوع تاني تماما. يوم اللي اجيت انا وفوزي لهون على الشقه ولقى المفتاح كنت عم افكر انه هو فعلا لقى المفتاح ولا المفتاح كان بالاساس معه وحطه بالارض وبعدين نادالي مشان نشوفه انه هو لقى المفتاح. بعتقد انه المفتاح لحسني لانه بشيها بالجثه ما لقينا شيء. اي مزبوط بس هذا ما بيغير من حقيقه الامر شيء. وليش فوزي ما خطر له مثلا يفتش بغرفه النوم او هون بالصالون وما خطر له يفتش غير على باب المطبخ تحديدا؟ ادهم انت وين لقيت المفتاح؟
تعال افرجيك هون. على كل حال تذكر هذا التفصيل مسألة كتير مهمة والشي بيتوقف عليك. صحيح. تحب نمشي؟ بيبقى سؤال تاني، لما كنتوا سوا وفاء بمين اتصلت؟ بأهلها. هلا بنقدر نمشي، في ضوء المطبخ والحل. تفصيل صغير كثير نسيتوه لما جيتوا على الشقه وما فتشتوه. نحن ما لازم نرتكب نفس الغلط. اطلع ارفع ايديك. شفت شلون الواحد ممكن يطبق الباب بدون ما يطلع؟ صباح الخير. صباح الخيرات. باقي قهوة ولا بعمل قهوة جديدة؟ باقي يا مصبي. شو راحوا الأولاد؟ راحوا. شو القصة؟ إيه مالك بالعادة تنسي أغراضهم؟ شو نسياني؟ شو نسياني؟ أنا في الصبح كان أشرب الفنجان القهوة وصفي مخي، بيطلع لي هذا بده صدريته، هذا بده محايته، هذا بده شنتايته. يا بتفيقي معهم الصبح يا بتأمنيهم منيح من المساء. مالنا كل شيء. مين اللي بده صدريته؟ هذا الزبك الصغير سامي. مو كانت معلقة على الكرسي؟ ايه. ايه هو بيعرف من امبارح قلت له عليها. ايه شو صار له لكان؟ نسي؟ ايه هلكني. ابو حسن اذا قلت لك شغلة بتزعل؟ شوفي كمان. الاولاد ما عم يشوفوك غير لما بتكون فايق الصبح. شو يعني؟ عم ينقص عنهم شيء؟ ايه عم ينقص عنهم اب. اب؟ ايه اب. بدهم يحكوا معك باي شيء. بدهم يشوفوه. هن في لهم غير هالنص ساعة الصبح. والله شيء حلو. انا بدي فز الصبح اشرب فنجان قهوة وصفي مخي مشان اروح على شغلي، ولا بدي فيق لعب لك ولادك؟ المهم هلا شو صار بالفريزر؟ شو صار؟ ولا شيء. شو ولا شيء؟ مو كنت قايل فينا نشتريها؟ كنت قايل فينا، هلا ما فينا. يو ليش ما فينا؟ ما فينا لانه ما معنا مصاري، وحسني انضرب على قلبه مات، وما لقيت حدا يليني. بس الزلمة إله زمان عم ينتظرنا، ما عاد في ينتظر أكثر من هيك، بده يبيعها. يا ستي بيعها. شو يبيعها؟ نفلتها من إيدنا؟ منفلتها، نشتري غيرها بعدين. مثل ما بدك. عبد الستار عم يقول إنها لقطة، وسعرها مثل البلاش، مو كل يوم بنلاقي فريزر أجنبية بهالسعر. إيه بتلاقي ستي بتلاقي، وقت بكون معك مصاري كل شي بتلاقي، إلا تمهربين بالبلد. الو الو صباح الخير وفاء، انا ادهم. اهلين ادهم. لك عندي خبر حلو كتير، قبضنا على الفاعل بموضوع حسني. بسرعه؟ تصوري ما كنا نحلم انه نخلص من الموضوع بهالسرعه. ومين طلع؟ رفيقكم سمير. سمير؟ سمير؟ فهميني وفاء، ادهم هو اللي قال لي. انا ما بحكي مع كمال، ليش ما تحكي انت معه؟ مع السلامة. قال سمير قال. وكما شو؟ كيف؟ بيظهر لما قلنا خاطركم ما طلع من البيت، سكر الباب وفات تخبى بالمطبخ، واستنانا لحتى طلعنا كلياتنا. واعترف؟ لا سيدي ما اعترف، بس الأدلة واضحة. ما في شيء اسمه أدلة واضحة، بدي اعتراف. أكيد راح يعترف سيدي، لأنه ما له مهرب. تذكر جريمة باب مصلى؟ سلاح الجريمة وجد مع شخص، ودماء القتيل على إيديه وملابسه، وتواجد بمكان الحادث بنفس لحظة القتل. هي كلها أدلة واضحة، ومع ذلك طلع الرجل بريء. بس هذا رح يعترف. وينه هلأ؟ موقوف سيدي. بعرف موقوف، بقصد ليش ما استجوبتوه حتى تحصلوا منه على اعتراف؟ كم من نهار وما عم يقدر يحكي، وأنا قلت حتى لو كان عم يمثل علينا حالة الانهيار فالأفضل أنه نتركه مع نفسه شوي. وأنا فهمته قديش الاعتراف بخفف عنه العقوبة، وبنعتبر له إياه بمثابة تعاون مع أجهزة الأمن.
صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، شو شايفك مبكر اليوم؟ والله دكتور هيك لقيت حالي قريب من هون، قلت لحالي بنمر وبنصبح وبمعيتك هيك بنشرب لنا شي شغله. اهلا وسهلا، فنجان شاي. قلت لحالي يعني اذا بدكم شي من الاستاذ كمال. ليش مسافر؟ لا ما حدا مسافر ولا حدا بيقدر يسافر. ليش بقى؟ ولا يخلص تحقيق بقضية حسني. صحيح، شو صعب التحقيق؟ والله ما بعرف يا دكتور، يعني محيرني هالموضوع. شو يلي محيرك فيه؟ تفضل. يعني ما بعرف دكتور، مو المفروض يسألوا الناس اللي حواليه؟ يعني لا سألوني، لا سألوا وفاء، لا سألوا إبراهيم، حتى الأستاذ كمال الضابط قعد معه دقيقتين بالأوتيل، شرب معه فنجان قهوة وراح. حتى أنتم ما حدا سألكم؟ نحن شو دخلنا؟ شلون شو دخلكم؟ مو أنتم بتعرفوه؟ مو شفتوه قبل الحادث بكم يوم؟ على كل حال في شيء اسمه توجهات التحقيق. ما بتعرف المحقق كيف عم بيفكر وكيف عم بيوجه التحقيق. احيانا حدس المحقق يوفر عليه جهود كبيره ووقت كثير، واحيانا بيضوعه بمتاهات. يا سيدي انا بتصوري رح يفوتوا بمتاهات ما حيعرفوا يطلعوا منها. عندك شيء معلومات عن توجهات التحقيق؟ يا سيدي لا انا ولا اي حدا، ما حدا عنده اي معلومه. على كل حال المجرم مهما كان ذكي إلا ما يقع، والعدالة إلا ما تأخذ مجرى. إلا بهي. ليش بقى؟ شو ليش بقى يا دكتور؟ شغلة بتحط العقل بالكف. شو واحد ترك رفقاته وطلع دقيقتين وما عاد بيان، اختفى، بعد ثلاثة أيام بيلاقوا جثته ببراد. والله هي غريبة بس صار. يا سيدي والعلم عند الله، إن أنا هيك شايف، يعني يا أما اللي عاملها مجرم محترف ومخطط له مظبوط، يا اما هيك صاير معه بالصدفه. اكيد بالصدفه، لان الجرائم يلي بتخطط لها هي دائما الجرائم يلي بتقع فيها اخطاء. وانا بعتقد ان المصاري هي اللي راح تكشف المجرم. اي مصاري يا سيدي؟ المصاري اللي كانوا بحوزه المهدور. شوف ما بينفعك لا السكوت ولا الانكار. يا سيدي انا شو دخلني؟ شو الحجة اللي تمشين عليه؟ فسر لي لشوف. ليش لما تركتنا بالشقة أنا والرايد أدهم ما طلعت؟ سيدي كنت خايف. خايف تطلع لحالك؟ لا سيدي كنت خايف منك أنت. سيدي حسيت إنك شاكك فيه، قلت لحالي بتسمع شو بدك تحكي أنت والرايد أدهم. لك ولا أنت منين خطرت لك فكرة إنك تفتح باب الشقة وتسكره بدون ما تطلع؟ سيدي كنت سامع حكي من هذا النوع. انه يمكن اللي قتل حسني هيك عنه. ها وحبيت تعمل مثله؟ نعم سيدي. فكر اذا زبطت معك اول مره رح تزبط ثاني مره. اي اول مره؟ ثاني مره سيدي. اول مره لما قتل حسني. الله وكيلك لا تحلف. نعم حكي لي بالعقل. نعم سيدي. شو بدك يعني؟ شوف سمير، انا شرحت لك اني فيني اقدر ساعدك وقديش ممكن يفيدك الاعتراف. طيب خلينا ننتقل سوا لاحتمال ثاني. يعني مثلا انت فعلا لما فتحت باب الشقه طلعت بس حدا ثاني فات. مين سيدي؟ مين اللي فتحت له الباب ودخلته؟ اعوذ بالله انا ما دخلت حدا سيدي. يعني مثلا محتمل انك تكون متعود مع واحد ثاني متفقين انه يدخل وينفذ العمليه. ها قلنا مين هو؟ شو اسمه؟ منجيبه ومنجيب المصاري. سمير هيك انت بتكون متورط بس بالسرقة وهو متورط بالقتل. مين هو؟ كان جوا ولا انت دخلته؟ قسمته المصاري شيء؟ اي مصاري سيدي؟ اي مصاري؟ ولك بدك تعمل حالك معي ذكي ولا انا ما حدا بيقدر يلعب علي، فهمت؟ بدي اخلص من الموضوع اليوم قبل بكره. نعم ان شاء الله سيدي. لك حاجة تدري؟ الله يوفقك يا سيدي الله يوفقك. حاجة تهددني والله ماني متحمل. بكفي انك عم تسبني وعم تبهدلني، معلش الله يسامحك. بس انا شو بدي اساعدك؟ يعني ما رح تعترف؟ شو بدي اعترف سيدي؟ شو هذا السند ولا؟ سيدي هذا سند امانة 300,000 ليرة بالدينه بحسن. وليش معك؟ سيدي يوم اللي رحت لعند على البيت انا وفاء حطيت المصاري واخذت السلم. يعني دفعت له 300,000 ليره.
نعم سيدي، حطهم بالشنطة. أي شنطة؟ الشنطة اللي فيها المليونين. معناها الشنطة صار فيها مليونين وثلاثمائة ألف. نعم سيدي. وين كان حافظ الشنطة؟ الخزانة. وهذا السند ليش ما عليه تاريخ؟ سيدي هو هيك قال بدي المبلغ بيستحق الدفع عن الطلب. يعني كأنه أمانة مو دين سيدي. رجل. هلا صار عندي واحد شبه متلبس، كيف بتفسر سلوك سمير؟ مو انا اللي بفسره، تحقيق هو اللي بفسره، بعدين لا تنسى انك انت نفسك قلت عنه شبه متلبس، يعني مو متلبس كامل، يعني مشبوه فقط. بس راح يصير متلبس كامل. كيف؟ بالاعتراف. وكيف راح تخليه يعترف؟ بأي طريقة كانت، حتى لو كان بالقوة. بس لا تنسى انه اسوأ انواع الاعترافات هي الاعترافات اللي بتجي عن طريق القوة، والمحقق الفاشل هو اللي بيلجأ للقوة. ها يعني راح تقلد لي افلام السينما وتعمل لي حالك حضاري؟ انا ما عم اعمل حضاري، انا عم بحاول اكون منطقي. اللي شو بدك بسرعة؟ انا رايح لعند كمال افندي، اذا بدك منه شيء انا جاهز. لا اي خدمة، انا بامريكا. الله يخليك، لا تعطلني عن شغلي. هلا شو يعني؟ لأنه صار العصفور بالقفص، استغنيته عن خدماتنا ستو؟ لك أنا من إمتى كنت أعتمد على خدماتك؟ حل عنا يا. طب طالب ولك طالب ولك طالب ولك شبكي، شو صار؟ شو كفرنا؟ هلا الله يخليك، قل لي شو بدك من على بكرة الصبح؟ أنا بدي الخدمة وطلب الرضا ستو. الله يرضى عليك، لا تهز لي بدني. يأمرك. ومع ذلك حقول له كمان أفندي. قال له انه شفنا الجماعه وبيسلم. سلام. واعترف؟ ما بعرف. لا حول ولا قوه الا بالله. على كل إن انا جاي كمان مشان اشوف شو بدك تعمل بموضوع مصرياتك اللي دفعتهم. مصرياتي ما عادوا مهمين يا انسي وفاء. كيف؟ ما بصير. من مين بدي طالب فيهم؟ ما بعرف، بس في المحل اللي انشرى بينباع وبتسترجع مصرياتك، او بالاحرى كل مين بيسترجع شيء من اللي خسره. انا بيعودني الله، بالنسبه للشيء اللي كنت بدي ادفعه بيطلع الشيء اللي دفعته ما له قيمه. والله يا اخويا كمال انا بشوف انه تعوف كل شيء وتمشي، وانا هيك ناوي. ناوي تترك البلد استاذ كمال؟ في عندي موضوع شخصي ناوي انهي وبناء عليه بتصرف. ها اجى حازم. بالاذن انسي وفاء انا راح اترككم واروح معه شوي. لا لا اتركه، بلكي سمعان شي عن القصه. صباح الخير يا جماعه. ها انسي وفاء هون، كيفك؟ هاي سمعت حازم؟ قال قابضين على سمير مشان قضيه حسني. شو الحكي؟ شو يعني؟ يعني معتبرين انه هو القاتل. يا لطيف. شلون كمان شو؟ بيظهر راحوا ادهم والرائد اسامه ليعينوا الشقه. عم يعمل حاله تاركن وطالع، بس هو فتح الباب وطبقه من غير ما يطلع، تخبى بالاوضه. يا لطيف، ما ترى شي لانبوز، لانه اكيد هيك كان عامل يوم الحادث. بيظهر المحقق هيك شايف كمان. سبحان الله، والله قلبي كان حاسسني انه يا هو يا ابراهيم واحد منهم عامل العمل. أصلاً ليش ما يكونوا اثنين سوا؟ إبراهيم ضل معكم بعد ما طلع سمير؟ أيه إبراهيم ضل معكم لحتى يلهيكم ويشغلكم وما يخليكم تشكوا بنوب إنه شريكه هو اللي عامله، لأنه سمير لحاله ما بيعملها. هسا يا جماعة نحن شو بدنا بالحديث؟ خلينا نمشي حازم. يلا بعدكم معتمدين على الزبداني؟ رح آخذه على الزبداني وبلودان وراس النبع، حورجيه الوادي كله ونتغدى في محل. يا أخويا كمال إذا كان عندك وقت الحقنا. بتصور ما رح أفضل، بدي انهي اشغالي هون. طيب عخيرة الله، حازم وين متصرف يا اخوي؟ ولو هلا اكل هم التصريف يا عبد الله افندي. ها
اترك التصريف على محسوبك شري. يلا سي وفاء، ها باي باي. شو قررت مشان المحل استاذ كمال؟ يا انسه وفاء، المحل مسجل باسم حسني، وانا ما في شيء بايدي غير السند اللي ما لحقنا نسجله بكاتب العدل. انا بشهد انك دفعت. الشغله مو محرزه، بعد ما راح حسني عيب نطالب بالمبلغ. على كل بنرجع بنحكي بالموضوع، فكر على مهلك خاطرك. شو يا معزوم على العرس؟ هيك شي، بس انا العريس. الله يسمعنا الاخبار الطيبه. طول بالك لسه بكير، ليش الشغل عم يخلينا وقت للاخبار الطيبه؟ ومين راح تشوف؟ وفاء. تتهنى بنت حلوه. شو كانه مو عاجبتك روحتي؟ لا بس يعني انت رايح تشوفها مشان الشغل ولا مشان الشغل ومشان ولا؟ لا هيك ما بيصير، يا مشان الشغل يا مشان ولا. اخي انا بصراحه بدي حجه مشان ضل شوفها. مو انت بدك يعني اسال عن حسني؟ ولا شو انت تسالها؟ ما شاء الله بتعرفه اكثر منا. انا اللي بحاجه اعرف شيء عن حسني. اسالني انا. انت بعدين قل لي وين كنت تلتقوا؟ ليش بقى؟ عم قول لحالي بلكي بمر عليكم هيك شيء خمس دقائق، وبوجودك باخذ منا موعد مشان نلتقى. احسن ما استدعي رسميا. ليش بدك منا؟ انا بخدمك. ما في شيء، ما يعني بدي منا اسالها كم سؤال هيك، تحكي لي عن سمير وعلاقاته وعن حسني وطبيعه عمله وعن علاقتها بحسني، وبعتقد هذا الشيء الاخير بهمك قد ما بهم التحقيق. اسامه بصراحه شو في ببالك؟ بس عم اقول لحالي انه مستحيل سمير يعمل هالعمله لحاله، اكيد في له شريك ولازم نلاقيه. سمير مو خرج. شو قصدك يعني؟ وفاء خرج؟ مو تماما، انا على كل الاحوال راح اسالها هيك كم سؤال عن سمير وعلاقاته ورفقاته، يعني بلكي بيطلع معنا شيء. طيب ماشي الحال، بس تقعد خمس دقائق وبتمشي، لكن بعرفك لما بتلزق. لا تخاف لا تخاف. صباح الخير. اهلا. صباح النور. استاذ ابراهيم موجود؟ تفضلي. موجود. اهلا اهلا انسه وفاء. تفضلي. ساكنة بحالتنا وما عم نشوفك، كيف لو كان بيتك بعيد؟ طمنيني، احكي لي شو صار؟ عن شو بدي احكي لك؟ عن سمين. طلعت براسه هالمسكين، وما كفى هيك، طلع له هالقليل الحيا حازم وقال ايه صحيح، ما بيتكذب عنه شيء. اخرب بيته. لا ولا انك من هيك، قال اذا له شريك فلازم تكون انت. يخرب بيته. ولا كمال؟ قال ما عاد بده المصاري. اخرب بيته. دبر لي دمعة مي باردة دخل عينك نشفان ريقي. شو جن؟ عفوا يا حازم يا اخوي، هو المبلغ يعني كبير؟ هلا كبير ولا صغير؟ شو يتنازلون عنه؟ لايش؟ شلة حرامية ونصابين هدول، يعني بده يضحكوا على الزلمة ويشلعوه مصاري ويسامحون؟ يعني اصلا الله خلصوا منه ووقع حسني بشر اعماله يا استاذ عبد الله. يعني ما بعرف، انا شايف اذا المبلغ ما هو كبير اخوي ما بده كل وجعة الراس. يا استاذ عبد الله لا وجعة راس ولا شيء، هو بس يعمل لي توكيل او تنازل وانا بحصل له مصاري على دوز باره ولو. بعدين اذا مو بعينه نحن اولى، ما هيك؟ والله يا حازم يا اخوي انت بتستاهل كل خير. الله يخليك. هلا بس رجعنا على الاوتيل، انت قل له بينك وبينه، قل له انه حازم بحصل لك يا هون. يا اخي انت واخوك اولى بالمصاري. بعدين ايه نحن عنا عيال، مالك علي يمين اليوم الصبح قبل ما اطلع من البيت خناقة طويلة عريضة انا والمرة، مشان شو؟ قال بدها فريزر. قديش حقه الفريزر؟ قال لي قديش حقه؟ 25,000. ما في لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوي حازم اذا تريد اي شيء. اعوذ بالله. شو عم تحكي انت؟ عيب. لا يا استاذ عبد الله بزعل منك. انا ما باخد قرش الا بتعبي وعرق جبين. شو الحكي؟ أسامة. أهلا أستاذ كمال. أهلا وسهلا، كنت حابب أشوفك. الحقيقة بودي أدعيك بس المشكلة إني متأخر شوي.
هم الكلمتين اذا ما عندك مانع. تفضل. خير. باعتبار التحقيق بقضيه حسني خلاص. مين قال لك انه التحقيق بقضيه حسني خلاص؟ ليش ما افضتوا على سمير؟ شوف استاذ كمال، التحقيق بينتهي لما بيقدر المحقق يحكي القصه بشكل كامل، لكن هلا انا فيني احكي لك القصه، بس المشكله انه فيها احتمالات كثير وفيها كمان اشياء كثير مو مؤكده. مثل ايش؟ يعني شو اللي لسه ما عرفته؟ يا ترى سمير كان لوحده ولا معه حدا؟ يعني التحقيق لسه ماشي. بس انت ليش كثير مستعجل؟ يا اخ اسامه، انت شاب وبتقدر تفهمني. انا جاي من لندن لهون لاني مرتبط ببنت وبدي اتجوزها، ومن يوم ما اجي علقت بحسني ومشاكل حسني لدرجه اني ما عم افضلها ولا افضى اتفاهم مع ابوها. بسيطه، خليه زواج على نار هاديه احسن. كنت قايل لحالي اذا خلص التحقيق اخذها هي وابوها مشوار على الساحل، اقضي لنا كم يوم ونتفاهم. وفوق هيك اجاني اخي بده يتفسح شوي كمان مع افضله، قلت لحالي باخده معي. أنا آسف، بس بكثير من الأحيان شغلنا بيتدخل بالمسائل العاطفية وبيشوش عليها. مثلاً أنا هلأ راح أشوف واحد صديقي عنده موعد مع واحدة بيحبها وأتطفل عليه هون مشان شغلنا، لذلك بدك تطول بالك علينا شوي. شرف لوصلك. شكراً. ماني عارفاني كيف بدي استرد مصاري. مجرد ما التحقيق استكمل كل المعلومات المتعلقة بالمصادر المالية لحسني كل حقوقك راح تبين، لا تخافي. على كل نحن منا جايين لهون لحتى نحكي بالمصاري والشغل، ولا ان شاء الله مفكرة انه ما بعرف اقعد معك غير كمحقق. مو هذا اسامه؟ صحيح، انا نسيت قلك اسامه بده يجي يقعد معنا خمس دقائق، حابب يحكي معك. ولسه بتقلي مو جايين لهون مشان شغل؟ معلش. مرحبا يا جماعه. اهلا اسامه. مرحبا. هلا. سلام. مرحبا. تفضل. بدكم تحملوا غلاصي شي خمس دقائق بس. خمس دقائق وبس. حاضر. ايه اخو سام، كنت بدك تسالني بعض الاسئله. هو سؤال واحد بس، انت شو رايك بسمير؟ سمير ولد مسكين، والله شغله ما بتتصدق. معقول الطمع يخليه يعمل هيك شغله؟ مستحيل. شوف يا نسي وفاء، عاده هيك ناس بتورطوا بالمشاكل توريط، يعني ما بيدوروا عليها. وانا بعتقد انه اللي مورطه لسمير مسهل عليه المسألة. أكيد هيك بده يكون، لأنه سمير لوحده مستحيل يعمله. طيب أنت برأيك مين اللي مورطه؟ لا بقى هذا شغلكم. صح شغلنا، بس لو سمحتي خليكي معي بهالنقطة. أنا بعتقد أنه اللي مورطه لسمير مأمن له أنه البيت يكون فاضي بوقت محدد. على كل نحن كلياتنا كنا بنعرف أنه حسني موعد كمال الساعة 9. مين كلياتكم؟ يعني اللي كانوا موجودين، انا وابراهيم وادهم. طب برايك ممكن يكون ابراهيم هو اللي مورطه؟ لا مستحيل. معناها بهالحاله ما بقي غير انت وادهم. اسامه، طولتوا. ان شاء الله انبسطتوا. والله يا اخوي انبسطنا، بس انت بدك تكمل بسطك. حازم اقعد يا اخوي اقعد. لا معلش انا مستاذن، بدي اروح على البيت اطمن على الاولاد، تاخرت عليهم. معك حق، لك طول النهار غايب عنهم. يلا نزل. مع السلامه. تصبحوا حازم بخير. تمروا. ها سيو. على راسك. باي. عجيب هالحازم قديش بحب اولاده ومتعلق فيهم. ما حكى لك عنهم؟ لكان ما حكى لي عنهم، من كثر ما حسيت انه بحب اولاده قلت ما الحق احجزه معي طول النهار وابعد عنهم. ما هو عم يبعد عنهم حتى يأمن لهم حاجاته. والله مزبوط يا اخوي، طالما هو هيك يعني ليش نحن ما نساعده؟ طالما عم يخدمنا ويساعدنا فنحن ليش يا اخوي ما نساعده؟ ها والله يعني اذا عايز مساعده ساعده. ايش رايك يا اخوي يا كمال تتنزل له عن مصرياتك راحت بالمشروع؟ اخي عبد الله، القضيه فيها موت وقتل، يعني القصه مشربكه، وانا بهيك جو بصراحه ما عندي رغبه اسال عن المصاري. لا لا لا، انت لا تروح ولا تيجي، بس اعمل له تفويض، هو بيتابع الموضوع. يعني هو طلب منك هيك؟ مش بس طلب مني، وترجاني كمان يا اخوي. طيب ماشي، فكر بهالشغلة لبكرة. عود سمير.
شوف انا راح اسالك سؤال محدد، شو بتعرف عن وفاء؟ وفاء؟ شو بعرف عنها؟ زميلتنا بالشغل، ويمكن كانت شريكة حسني. يمكن؟ ماني متاكد، بس كانت تتدخل بكل صغيرة وكبيرة. ما بعرف اذا عم تتدخل لانها كانت مشاركته او لانه كان حاببها. وسلوكها معكم بالشركة كيف كان؟ عادي سيدي، بنت لطيفة. بس شو بدك اكثر من هيك؟ يعني بقصد لطافتها معكم ما تجاوزت حدود الشغل؟ يا سيدي اول ما اجيت شفناها بنت لطيفة، قلنا حكينا عليها. يا سمير؟ نعم. مالك شايف لي هالوفاء حلوة؟ حلوة ليش؟ لك ليش مثل اللبخة؟ شو بدك يعني اعمل؟ انت عزابة وهي ما بتحكي معك الا وايدها على كتفك، يعني انا متاكد انه ما رح تصدك اذا حاولت معها. طبعا هي ما رح تصدني، بس انا ماني فاضي. اذا انت مالك فاضي، شو بدنا نقول نحن المتزوجين؟ يا استاذ ابراهيم، هي غير شكل، هي ربياني على العز وعلى الدلال، ما دخلني. اي لانها هيك، بتعرف انا ما بظن انه علاقتها مع حسني شغل وبس. ما بتظن؟ اكيد، بس نحن شو دخلنا؟ يصطفلوا. يعني اذا انا حاولت معها ما بتزعل؟ وليش لحتى ازعل؟ شو اختي ولا مرتي ولا خطيبتي؟ بس بركي عرف الاستاذ حسني. يا سيدي ما راح يعرف. طيب بركي هي قالت له. يا سيدي وهي ما راح تقول له. وبعدين؟ يا سيدي طلع كلامه صحيح. كيف؟ ابراهيم حكى لي انه هو وياها سمي على العسل. حسني؟ يا سيدي يا اما ما قالت له يا اما عرف وما اهتم. هيك لك انا. حسين؟ شو جابك بهيك ساعة؟ شو يعني الوقت متأخر؟ بكير. لسا ما صارت الساعة 10، بالعادة بتسهري أكثر من هيك بكثير. هلا شو اللي جايبك؟ جاي أقول لك يا حبيبة قلبي، إذا بدك ترتي لحسني صحتين وألف هنا على قلبي، أما كمان ما حتقدري ترتي بنوب وهو طيب. شو يعني؟ يعني ما قنعينه للزلمة وضحكانين عليه مشان ينزل ويتنازلكم على المصاري. هلا ممكن تحل عني وتأجل هالحديث لبكرة؟ لا! أهلي نايمين، وطي صوتك بترجاك. خليهم يفيقوا لحتى يمنعوك من هيك تصرفات. روح بقى، رح تفيق جيران. طيب خلينا نفوت لجوا نكمل حكي. يا أخي أنا ما بستقبلك ببيتي، بالزور. لا مو بالزور، هلأ مو بالزور، بعدين بتشوفي شو رح يصير. يوقف ماشي. ممكن اعرف شو هالحركات؟ اي حركات؟ وسام عم تتهمني؟ شوف ادهم، انت كان لازم من البداية بعدوك على الموضوع بسبب ارتباطك العاطفي بالجو كله. تتذكر لما كنت تقول المرحوم بدل المبذول؟ وهلأ ما شاء الله صار لك اكتر من ارتباط عاطفي، لذلك لو سمحت تتركني شوف شغلي. شوف شغلك ليش انا منعك؟ في اكتر من صيغة للمنع. عصبيتك بتمنعني، انفعالك بيمنعني. يا اخي انسى انفعالي وتصرف. بهالحالة بيبقى في شغلة صغيرة لو سمحت. شو هي؟ اقعد لي جلسة انا وياك وتعطيني شوية معلومات عن حسني. بدك تحقق معي؟ بدي اياك تتعاون معي مثل ما قال سيادة العميد. اها، وين بدك هذا الشيء يصير؟ انت بدك ياني اتعاون معك علي؟ بعد ما تعاوني على وفاء. كيف؟ يا اما بستدعيها بمذكرة احضار رسمية، يا اما بنحافظ على سمعتها وبنروح انا وياك وهي وبنعاين شقة المكتوب. يا اخي ليش ما صرت تحطني بهالموقف المحرج؟ كيف بدك ياني اخذ البنت على الشقة مشان حضرتك تحقق معها؟ اذا صعب عليك بستدعيها رسميا. هي عايشة لحالها؟ لا، بظن عايشة مع اهلها.
متأكد؟ كيف متأكد؟ ما حكيت عن أهلها. بعدين يوم طلعنا من شقة حسني اتصلت بأهلها مشان تقول لهم بدها تتأخر. بتعرف بيتها؟ يعني تقريبا بعرف الحارة. هاد مو عنوان البيت؟ كيف وصلك؟ ولو يا تهام هاد شغلنا. معك حق. شو المطلوب؟ المطلوب هلأ انك تروح تجرب ألطف طريقة ممكنة مشان روح انا وياك وهي شي ربع ساعة على مكان الحادث. أدهم لا تنسى ألطف طريقة. حازم إبراهيم؟ إيه إبراهيم خير إن شاء الله. شو في؟ عم استنى. ليش؟ تفضل تفضل. إيه شو عليك؟ شو تفضل شبه شبه. كلمتين صغار وعلى الهدى. بأمرك. شبه شبه تفضل تفضل. منين بيطلع لك التهمي بات الحسني؟ أنا؟ إيه أنت؟ مو انت حكي قدام وفاء وهذا كمان؟ هلا معلي على هذا الحكي. انا لما سمعت شغله سميت فاجأت. انا اصلا ما كنت اسمع فاجأت لما ما تفاجأت. اذا بتجيب سيرتي لسانك بصه. لا لا ابو البر عم تهددني. اعتبره مثل ما بدك. لك هلا فهمني شو يعني صاير. هلا بده يصير لحتى تنبسط. هلا ايدي على راسك. مو وفاء مصلي حكي. معناها بتعترف انك حكيت. لك شو حكينا؟ حكينا كلمه هيك. شو كلمه هيك؟ بسيطة. شوف حازم أنا مالي تاركك وإذا بيجيني وجع راس راح وجع لك راسك كتير. إيه؟ شو عليك؟ أدهم فأنا آسف بس في موضوع ضروري كتير لازم أحكي معك فيه. هون؟ إذا ما في عندك مانع. أدهم أنا لوحدي وأهلي مو هون. خمس دقايق بس. طيب مو شايفني بقميص النوم؟ ماشي الحال، غيري تياب يكون عم انتظرك هون. والجيران؟ طيب ماشي الحال، بنتظرك بالصالون. أدام، ليش هالإحراج كله؟ طيب ليش ما اتصلت بالتليفون؟ لازم شوفك، الموضوع حساس. وأنا وضعي حساس، ما فيني فوتك لجوا. طيب ماشي الحال، رح انتظرك بسيارتي تحت. أدام، طيب ليش عم تسببوا لي كل هالإحراج؟ ياخي شو بدهم يقولوا الجيران لما يشوفوك عم تستناني بالسيارة؟ طيب عندك شي اقتراح؟ طيب شو رأيك تستناني عند إبراهيم؟ ماشي الحال رح انتظرك عند إبراهيم. خاطرك. يعني مع احترامي للمدام النسوان غير اللي خلقهم ما بيفهمون. ليش بقى؟ بدك البنت تستقبلك لحالة بالبيت؟ لا مو هيك بس أنا جاي لعندك أتذكر شغلة تانية. المفروض إنه هي بتتحسس منك أنت بالذات لأنك أنت اللي بتشكك فيها. إذا هيك الشغلة مفهومة بتشوفك عندي وبتبرر ذمتها قدامي كأن عم بتقلي إنه ما بتشوف حدا لحالة وهيك بتحطني شاهد عليها ومعها. لك شو هالقصة اللي كل واحد عم يرمي فيها حمله على الثاني؟ كيف يعني؟ ما في شيء. بعدين بحكي لك. يمكن إجيت. لساتك متوترة؟ شو بدك يعني يكون يعني؟ وانت عم تجيني هالبيت ومن غير تليفون ومن غير موعد. انا اسف بس ما كنت متصور ان الموضوع مربك لهالدرجة. ليش شو شايفني يعني؟ عفوا مو قصدي بس قلت لحالي طالما اهلك بالبيت بامكاني اجي وادخل واحكي معك قدامهم. بدك تحكي مع اهلي قبل ما تحكي معي؟ طولي بالك انسي وفاء، خلي ادهم يحكي مشان تفهمي شو الموضوع. أنا ما بدي أفهم شو الموضوع ولا بدي حدا يستهتر فيه بهالطريقة. اليوم كنت أنا وياك سوا، ليش ما حكيت؟ يا أنسي وفاء، الموضوع له علاقة بالتحقيق بمقتل حسني. الرجل اللي إجا قعد معنا اليوم بالمطعم، هذا زميلي المكلف بالتحقيق وكان بدي يستدعيك رسمياً. لكن باعتبار إنه هو صديقي وبيعرف معازتك عندي، فقرر ما يستدعيك على الفرع. قررنا بدال هيك نروح انا وانت وهو على الشقه مشان تشرحي له ملابسات الحادث. اخي مو قلتوا انه سمير؟ مزبوط،
بس على ما يبدو في حدا تاني متعاون معه. شو قصدكم؟ أنا؟ لا مو هيك قصدنا، بس على الأقل بتساعديه بتخمين الطرف المعني. لا تطلعي فيه، لسا اليوم حكيتي لي إنه حازم عم يتهمني. حازم عم يتهمك لا؟ هلا مو وقت حازم. أنا بنت مالي غير سمعتي، وفجأة بشوف حالي غرقانة بهيك مشكلة. إبراهيم بترجاك، إذا بدنا نروح على شقة حسني أنا بحاجة إنك تكون معي. أنا؟ ليش بقى؟ مشان ما أكون لوحدي. بس أنا رح أكون معك. أنت محقق، أنا بحاجة لصديق زميل، وطالما إبراهيم كان معنا بتساعدني بشرح الموضوع. وبركي بالدنيا كل واحد لوحده. أنا بحاجة إلك كصديق. يا وفاء عم قلك إنه أنا رح أكون. أنا مستغرب إنك تعتبريني صديق. شو ما صار ما ممكن إلا تكون صديق بهيك موقف. أنت عندك زوجة، تعرف حاجة المرأة لحد يكون جنبها بهيك أزمة. روح معها، شو بتخسر؟ بدي بظن ما في مانع. اتصل تليفون بس. ألو مرحبا أسامة، نحن جاهزين، بس اسمع أنا برأي إبراهيم يجي معنا. ماشي الحال، كيف تحب نلتقي؟ وهو كذلك، الله معك. تفضلوا يا جماعة. يمكن يتأخر شوي. الله معك. طولتوا؟ ليش طولتوا علي؟ ما حدا منكم بيرد لي خبر، ما حدا بيقول لي شو صار معه. أنت عن شو عم تحكي؟ عن حسون. ليش ما أجا معكم؟ شو هالحكي هذا يا سعاد؟ انت شفتي بعيني؟ لا انت صدقت هو حربوه؟ صدقت انه ميت؟ هو دائما بيكذب بهيك كذبات. طيب روحي هلا انت وانا بعدي عني. بعدي عني، كله قلنا انت بعدي عني. طولي بالك يا سعاد، طولي بالك. هدي على صالح. ادهم الله يوفقك، انت بتعرف لوين انتقل وبتعرف وين بيته الجديد، دلني عليه. أنا ما بدي منه شيء، أنا بس بدي زوره. طيب على عيني، أنت فوتي على بيتك هلا وأنا بمرق لعندك وبهدك لعنده. كتر خيرك، أنت طول عمرك طيب، طول عمرك ابن حلال. شكرا، يلا خاطرك. مع السلامة. تفضلوا يا جماعة.